السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وياكم. أنا عندي سؤال. أنا دلوقتي أبويا وأمي منفصلين، وهي ملهاش حد غيري أنا وأختي. فهل يجوز لي أنا وهي إن إحنا يعني أنا وأختي إن إحنا ناخدها ونسافر؟ إحنا في القاهرة وهنسافر مثلا تقريبا ساعة ونص بعربيتنا، وهيكون لينا مكان مخصص لينا لوحدنا في الفندق. فهل يجوز ده ولا؟ والله إن كانت هناك ضرورة داعية إلى ذلك فعلتنا مع رفقة الأمينة. يعني إحنا هنعملها عشان هي بس يعني طول السنة بتشتغل وما بتسافرش، يعني فسحة يعني قصدي. وأبويا بصراحة هيبقى صعب عليه إن هو يجي يوصلنا ويرجع تاني، يعني كلي أنا وأختي، وهي أخواتها مسافرين برا مصر. ف مش في ضرورة يا أختي، راح المصيف. حاجة كده يعني. والله ولا حضرتك ايه يعني المصيف، انت عارفة البلاوي اللي فيه يا اختي وعارفة القذورات. احنا عشان كده احنا بعيد عن الناس واخدين مكان لينا لوحدنا خالص، احنا الثلاثة بعيد ان احنا. على العموم انا قلت لك لا يجوز الا عند الضرورة ومع الرفقة الامنة. انت قدري ضرورتك. السلام عليكم.